احنا شباب حمله مؤيد لدعم خريطه الطريق اللي جاءت بناء على الاراده الشعبيه لكل المصريين بنزول يوم 30 يونيو اللي كانوا اكثر من 30 مليون اللي النهارده الاخوان المسلمين مصورين صوره للغرب اللي دوت انقلاب عسكري. احنا النهارده بنوصل لهم رساله بنقول لهم ده مش انقلاب عسكري، دي اراده شعبيه لكل المصريين اللي جت بناء عن القرارات السياسيه للقوى الشعبيه والدينيه والسياسيه لكل المصريين. واحنا النهارده عاملين حسابنا ان احنا المجموع بتاعنا لحمله توقعات لحمله مؤيد هتبقى من حدود 40 ل 50 مليون، والحمد لله في اقبال كبير جدا جدا في الشارع وربنا وفقنا، وفي الاول وفي الاخر احنا بنشتغل في حب مصر.